السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، معاكم مطبخ فطيمة. كل سنة وانتم طيبين وبخير، بشاير العيد وحلاوة العيد. قلنا بقى خلاص كده بقى نشتري حاجات العيد بقى، عشان خلاص خلاص فاضل له يومين. كل سنة وانتم طيبين وبخير يا رب. جبت جوافة الجميل عشان عندي برد، قلت اجيب جوافة منقيها بالواحدة، والله ممتازة ممتازة. ب 12 ب 12 ونص، انا خدتها ب 10 ب 10، جبت 2 كيلو ب 20. كل سنة وانتم طيبين وبخير. وجبت كحك العيد، كل سنة وانتم طيبين وخير وبخير، ربنا يعود عليكم الأيام بخير يا حبايبي. جبت كحك سادة وبيتفور، وبيتفور بالشوكولاتة، وكحك بالسكر سادة، وكحك بالسكر بالعجوة، وطبعا قريبة وبسكويت. يعني دول 2 كيلو، كيلو ب 100، يعني 2 كيلو ب 200. يا رب يعجبك يا رب، والله طعمه ممتاز 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 ممتاز، دقنا منه جميل جدا. يا رب يعجبكم الفيديو يا حبايبي ويبارك فيكم يا رب. مطبخ فاطمة بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين، واسألكم الدعاء الدعاء، اوعوا يروح منكم الدعاء يا حبايبي. اي حد نفسه في حاجة هتتحقق، معلش عندي برد، كل سنة وانتم طيبين، تدعوا الدعاء جميل يا حبايبي. وجبت شويبس عشان نشربها مع الكحك، وجبت قهوة بقى، أنا بحب القهوة السادة بن فاتح، قلت أجيب بن عشان أنا كيفة قهوة طبعا انتوا عارفين. وعملنا قطايف وجبنا السوداني، السوداني الجميل كيلو السوداني، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد، ب 72 بقشره. أنا جبت حوالي ربع كيلو، 72 ربع كيلو، خد بكام ربع كيلو؟ ب 20، يعتبر ب 20، اداني بال20. والقطايف دي عاملاها بالعجوه، وعاملاها بال، اللهم صل على النبي، بال شوكولاته وشويبس اهو جميل، بالاناناس جميل قوي. والجوافه دي اهم حاجه انا جبتها عشان عندي برد، حلوه للبرد، انا عندي كحه جامده قوي، جبت علاج بردك والله، قلت اجيب علاج عشان خاطر عندي برد، الحمد لله والشكر لله. مش عايزه تروح الكحه، مش عايزه تروح مني خالص، على طول كحه بالليل. نحمد ربنا ونشكر فضله على كل شيء. يا رب يعجبكم الكحك يا رب كده وقريبه، وتفضلوا معانا يا حبايبي. خير رمضان كتير، وخير ربنا كتير قوي قوي، رمضان كريم والله اكرم، يعني خيره كتير قوي قوي. بسكويت طبعا، هو تنسوا البسكويت والقريبه. يا رب يعجبكم الفيديو يا حبايبي، كل سنه وانتم طيبين وبخير. طبعا انا جبت، وطبعا جوزي هيجيب لي، بس انا جبت حاجه بقى، انا جايباها ايه، سبيشال، دي سبيشال من ام فاطمه، دي سبيشال خاصة من أم فاطمة. السوداني الجميل والقطايف الحلوة دي والأناناس الجميل، وجبت قهوة عشان نعمل قهوة. يعود عليكم الأيام بخير يا رب، يبارك فيكم يا حبايبي، يا رب يعجبكم يا رب الفيديو وينور رضاكم. ليلة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن رب، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربها، بإذن ربها من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، صدق الله العظيم. حلو أوي لما تقولوها في الصلاة وانتوا بتصلوا ليلة القدر، بالذات ليلة القدر في الأيام دي جميلة أوي أوي، لأن ليلة القدر في الأيام الفردية، وإحنا خلاص كده يعتبر امبارح كان 7 وليلة 27، بكرة ليلة 29، يعتبر بكرة آخر يوم لليلة القدر، ليلة 29. كل سنة وانتم طيبين وبخير يا رب العالمين، ويعود عليكم الأيام بخير. وأحلى دعاء تقولوه حتى وانتم قاعدين، وانتم ماشيين، وانتم بتاكلوا، وانتم بتشربوا، وانتم بتقعدوا، وانتم بتصلوا، وانتم بتتكلموا، وانتم بصوا وانتم قاعدين، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو اعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو اعف عنا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، عنا كلنا، اللهم انك كريم تحب العفو واعف عنا. جميل قوي الدعاء ده يا حبايبي تقولوه، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يحقق لكم كل اللي نفسكم فيه، يحقق لكم كلكم كل حاجه نفسكم فيها يا حبايبي، كل اللي نفسه حاجه تتحقق، يشفينا ويشفي مرضانا ويرضى عنا ويكرمنا ويغفر لنا ويكفر سيئاتنا، وكل حاجه تبقى حلوه عندكم ان شاء الله خير، وييسر لكم اموركم يا رب، ويبارك في اولادكم وعيالكم، ويبارك في زواجكم، كل حاجه تبقى حلوه ان شاء الله بامر الله، ربنا حنين، ربنا يبارك فيكم يا حبايبي. قلت اوريكم بشاير العيد وكلام جميل في العيد.
كلام مهم لازم أن يتعمل في العيد، قبل العيد إن شاء الله، كل سنة في ليلة القدر. كل سنة وأنتم طيبين يا حبايبي. مطبخ فطيمة بتقول لكم كل سنة وأنتم طيبين وبخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.